ورجعنا لكم مرة تانية. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة استوديو حريف. خلونا في بداية حلقتنا دلوقتي واحنا بنتكلم عن الكرة المصرية واليوم الصعب اللي حصل امبارح على المنتخب والأندية. احنا دلوقتي جايبين معانا الناقد صديق البرنامج أسر حسين علشان يتكلم معانا عن ليلة امبارح، مباراة الأهلي وسان داونز، هزيمة منتخبنا منتخب مصر مع السنغال، وكمان لقاء الأهلي والداخلية في بطولة الدوري. هنتكلم في كل حاجة ونشوف التفاصيل ونشوف ايه المشاكل وان شاء الله كمان ايه الحلول. أسر اهلا بيكم، نورنا. ازيك يا أميرة، انا مبسوط اني معاك دايما انت وهند، ومبسوط ان انا صديق البرنامج. مبروك على الأغنية الحلوة. الله يخليك. الحمد لله على سلامة هند. الله يسلمك. الله يسلمك. نتكلم نبتدي كده، للأسف مش للاسف قوي يعني، اللي حصل المواجهه امبارح بتاعه الاهلي وسان داونز والتعادل اللي طلعنا بيه، شفت المباراه ازاي؟ او يعني عنوانها لنا كده وادينا ملخص. يوم سيء طبعا على الكره المصريه زي ما انت قلتي، ودايما متعودين اللي بيبيض وجه الكره المصريه والنادي الاهلي. الاهلي ما تهزمش طبعا، تعادل، لكن بالنسبه في اعين جماهير النادي الاهلي وبالنسبه لنقط المجموعه بعتقد انه لا يعني كان النتيجه المفروض تكون افضل من كده. نعانون المباراه بانه كان في الامكان اكثر، يعني اكثر بكثير مما كان، لانه المباراه كانت في ايدك وجات لك كذا مره. بعتقد انه مستر كولر، اللي انا باكد للمره مليون انه رايي ما تهزش او تغير، انه احسن صفقه قامت بيها اداره النادي الاهلي، ولكن واضح انه لسه ما دخلش اجواء بطولة الافريقيه. في النتيجتين، الخساره امام الهلال وكمان التعادل امام سان داونز، بعتقد محتاج يعرف كره افريقيه اكتر، محتاج انه طبعا جهاز المعاون يساعده في قصه قرايه المنافسين، وان افريقيا بتلعب بطريقه تانية. اختيار حتى تشكيل ما كانش موفق قوي في مستر كولر امبارح. احنا كمان النادي الاهلي، انت بتلعب مع موكوينا، هو مدير فني لسان داونز، امتداد لسلسله من مديرين فنيين جوه النادي بيبدلوا، هم كلهم اشتغلوا جوه النادي وكانوا مدربين مساعدين، فبالتالي سان داونز عمليه التالف في اللعيبه ما بتحتاجش، ما بيجيبش مدرب من بره، فبالتالي من موسيماني للمدرب اللي بعده المكوينه سلسله من المدربين كانوا في الفرقه فعرفوا الفرقه كويس. فالصوره اللي ظهر بيها سان داونز من انتشار الجيد ومن التمرس جدا من اللعيبه ان هم حافظين اماكن بعض، دي ليها انعكاس. النادي الاهلي على الناحيه الثانيه، رغم انه بيلعب مع اقوى فريق بعتقد في البطوله الافريقيه حاليا سان داونز، هو اكتر فريق مميز وافضل نسخه لسان داونز يمكن 2016، لكن النادي الاهلي في اول، لو ناخد بالنا في اول الشوط الاولاني، سبع مرات استغل الضغط العالي وقطع الكره سبع مرات في منطقه 18 بتاعه المنافس ما استغلهاش. نرجع ثاني لازمه اللي حصل في كاس العالم للانديه، مشكله قتل الفرص. لازم لما الكره تجي لي في ماتشات زي دي اكون لازم اخلص الماتش، ما فيش هزار. بعتقد كمان انه يعني نقطه مضيئه هي تالق مروان عطيه، لكن هي مضيئة وشوية سلبية في حتة برضه اختيار تشكيل مستر كولر، لأنه كان بيقوم بأدوار الثلاث لعيبة في وسط الملعب. ديانج طبعا ركيزة مهمة جدا، لكن مروان عطية كان بيغطي كل مساحات وسط الملعب لوحده، ده أرهق لعيب جدا، تألق طبعا لكن أرهقه، كان بيغطي كمان الجزء الفراغ اللي كان سايبه مثلا قفشة في الثلث الأخير. فبالتالي بعتقد إنه الرجوع لثلاثة في نص ملعب مهم جدا، خاصة إن أنت عندك الأوراق. مستر كولر تصدر الدوري وشارف كأس عالم أندية ووصل لمباراة نصف نهائي كاس العالم الانديه بالسكواد اللي موجود وبدون يعني تدعيمات رهيبه، الاداره وفرت تدعيمات في حدود، في اضيق الحدود في سوق الانتقالات الشتوي. اي ورقه عندك انت في امس الحاجه نستخدمها، فبالتالي استبعاد شادي حسين بشوفه غريب، عدم نزول القندوسي بشوفه غريب جدا. مستر كولر، انت اوريدي بتتكلم امبارح على حمدي فتحي طبعا هو مرهق، هو بيتكلم ان الفريق مرهق، وانت لعبت في كاس العالم نفتكر هند واميره اربع مباريات في 10 ايام، فبالتالي انت مش بس مساله التدوير، انت محتاج كل العناصر. وبعدين برضو فكره لازم ناس تعرف انه انا ممكن اغير في الثلث الاخير بتاعي او في الثلاثي الهجومي، لكن لما اوصل للتجانس او الهارموني وتبقى العجله دارت او اللعيبه فهمت بعض وبسجل ما غيرش ده. انت في ماتش اسوان كهربا رجله في الملعب وبيسجل واتظبط التجانس بتاع ان حسين ناحيه اليمين وان عبد القادر ناحيه الشمال وان قفشه تحتيهم، وكانت من افضل مباريات قفشه من فتره بعيده، وصالح فيها الجمهور وراح واحتفل بده وسجل. فبالتالي انت لما تغير، احنا في اول نص ساعه قاعدين بنتفرج على الماتش امبارح حاسين انه الرباعي الهجومي الاهلي كان اول مره يلعب مع بعضه، صحيح. مفيش تجانس خالص، فبالتالي بيرستاو كان ممكن يبقى ورقه افضل، البيد بقفشه كان ممكن يبقى ورقه افضل. بعتقد الامور حتى مستر كولر اعتقد هيراجع نفسه جدا في عمليه بدء التشكيل بصنع العاب من اول مباراه. الاهلي بيخسر لعيب في وسط الملعب في الثلث الاخير، الفجوه اللي كانت بين نص الملعب والثلث الاخير عند المنافس فضلت على مدار ال 90 دقيقه. وبعتقد انه كان في سلاحين مهمين جدا امبارح، انه النادي الاهلي رغم انه ممكن يكون بيلعب قدام اصطدم باكتر فريق منظم في البطوله، لكن
بعد ما سجلت التعادل وهي كوره يعني تمبلت او نموذج من مدرسه يعني منعم كمان بيسجلها في اوقات حاسمه، افتكر انه كان ماتش صعود في قبل نهائي ماتش رجاء السنه اللي فاتت سجلها بالراس، فكوره معلول ومنعم دي محفوظه حطها حلو جدا. بعد كده طلعت بقى ظهرت مع السلاح الاهم للنادي الاهلي هو وجود جمهوره اللي كان بيهتف طول ال 90 دقيقه ومد بيروح للعيبه، التفاعل بتاع الجمهور، رجعت شخصيه الشخصيه البطله بتاعتك وسجلت الهدف الثاني. لكن مستر كولر برضه فضل بنفس التشكيله، وسط ملعب كان متفرغ، معلول ومحمد هاني بيضموا على نص الملعب عشان يغطوا، فبالتالي اتكررت لعبه سان داونز وما فطنش ليها او جهاز فني للاهلي انه تعمل اوفرلود ناحيه الشمال وتفرغ المساحه اللي ورا معلول اللي هي بتاعت بيتر شلولي اللي سجل منها الهدف وبعد كده جه الهدف الثاني. طبعا الجون الثاني فيه لك كبير قوي لفريق سان داونز ودربكه، لكن الدربكه في النهايه برضو هتقول وجات في العارضه وتردت ومنعم وقع، لكن ايه اللي وصل الفريق عند 18 ان انت رغم الهدف ما عدلتش فيه امورك الفنيه. طبعا يمكن اخر تغييرين مش هتكلم عنهم كانوا اضطرارين، وعرفنا تاكد للاسف غياب الشحات وغياب وغياب منعم فبالتالي التغييرين الاخرين كانوا تغييرات اضطراريه لاصابه اللعيبه، رغم ان حسين شحات كان كل الناس قاعده مستغربه انه افضل واحد في اللقاء ازاي يخرج، لكن واضح انه كان اتحامل على نفسه انه وقع شويه وبعدين حاول انه يكمل اللقاء. لكن فاعتقد انه الاهم دلوقتي نظره لقدام، ناس يمكن في كان نبره تشاؤم لكن بالعكس الاهلي هو الاهلي، لكن في النهايه في شعرايه بين الدعم وبين الطبطبه. احنا بنقول انه لا نفوق، في عندنا 12 نقطه في الملعب بتوعك على الاقل، الناس بتقول 8 لا انا النادي الاهلي انا عايز 10 نقاط منهم، انا عايز مباراتين القطن هنا وهناك يا اميره وهند لازم اخدهم، عايز مباراه الهلال في القاهره احسمها، وقال اضعف الايمان ان اخد نقطه من بريتوريا زي ما سان داونز بالعافيه اخد نقطه مني في القاهره. ماتش سان داونز انا كمان شفته كان اصعب من ماتش ريال مدريد، يعني المعاناه اللي اللعيبه عانتها امبارح في الملعب كانت اقوى من ريال مدريد بكتير، ودي حاجه يمكن ناس كتير قوي استغربتها ان انت قدام ريال مدريد كنت بتلعب احسن من كده بكتير. خلينا نروح للماتشات اللي جايه، انت بتقول انا محتاج اكسب كل اللي جاي طبعا، هل انت شايف الاهلي قادر على ده في ظل تلاحم مباريات وزحمه وبطوله الدوري والكاس وكذا، انت شايف انه ده ممكن يحصل؟ سؤال ذكي جدا. الناس امبارح كمان سالت نفسها هند واميره انه طيب هل بالبدايه في ان انت حققت نقطه واحده بس في مباراتين، هل قوام النادي الاهلي رغم التدعيمات قادر على انه يسترجع بطوله افريقيا السنه دي؟ انا بعتقد انه قادر، لكن السؤال او معيار ده او الاجابه على ده عند مستر كولر، عارفين ان انت لسه في لعيبه في دماغك محتاجها، لكن كل الاوراق اللي عندك استخدمها. عوده كريستو من مشاركته مع منتخبه الشباب في البطوله لازم يرجع بالظبط، قندوسي لازم يلعب، محمد شريف لو هيشارك شارك مركزه ما جيش الاقيه وانا محتاج ان انا اجيب جون بيلعب جناح ايسر، فبالتالي كل ورقه انت محتاجها مستر كولر كمان بيعمل تدوير كتير جدا، بعتقد التدوير يكون في اضيق الحدود وباستخدام كل اللعيبه الممكنه. قادر يا هند، لكن باستخدام كل الاوراق، قندوسي لازم يشارك، كهربا لازم يشارك، اللعيبه اللي رجليها في الملعب وبتسجل لازم استغلها. اللي جاي بعتقد مباراه القطن اهم مباراه دلوقتي حاليا ان انا اخد الثلاث نقط اللي جايين، مباراه يمكن يوم 4 مارس بعد ايام قليله من دلوقتي، كمان انه تاكد غياب لعيبه مهمه، يمكن منظومه الدفاعيه بيفضل، شفنا كولر بيفضل انه يبقى الثنائي دايما منعم ومتولي، الاثنين هيغيبوا فلازم مباراه الداخليه اللي عندنا يوم الثلاث لازم يكون بجهز الاثنين اللي هيلعبوا اساسي يوم ماتش القطن، هم ياسر ورامي، بعتقد مفيش خلاف ان دول هيلعبوا، الا لو كان عنده راي ثاني باستخدام مثلا خالد اللي جرب قبل كده يلعب في مركز مساك خالد فتاح عشان استخدام سرعاته وطوله واجادته المباراه دي في مباراه طبعا القمه اللي كانت امام الزمالك. حلو قوي. طيب انت دلوقتي امبارح انت بتلعب ماتش صعب جدا وبتلعب على ارضك وسط جمهورك وما قدرتش تحقق غير نقطه واحده، شايف ان احنا فعلا هنقدر نعمل ده في الماتش اللي هنلعبه هناك في بلدهم في بريتوريا؟ وحاجه تانية برضو، احنا دايما هو الاهلي تقريبا متعود على السيناريو ده، فانا مش عايزه اتشائم، احنا بنوصل للسيناريو ده دايما وبنوصل ان شاء الله بالزبط. فايه اللي ممكن نعمله بجد علشان نعدي بقى الازمه دي وناخد النقطه اللي احنا عايزينها؟ اخر جزء في سؤالك حقيقي جدا، انه السنتين اللي فاتوا كان طبعا سان داونز مكتوب عليك، يعني في جواز كاسوليكي كده مكتوب عليك بقاله 5 سنين، لكن كان دايما فعلا بتبقى البدايه اما بتعادل او بخساره في المجموعه، وبتنتهي ان النادي الاهلي فيه بخبراته وتمرسه في الفاينل او بيلعب النهائي، بنتمنى ان ده السيناريو اللي يحصل. الاهلي محتاج قبل ما يبص لمباراه بريتوريا اميره ردا على سؤالك انه يبص في النقاط اللي جايه، بدءا من مباراه القطن في القاهره انا لازم احسمها، ومباراه القطن هناك لازم احسمها، مباراه الهلال عندك في القاهره، مباراه بريتوريا بعتقد انه هتبقى عايز تروح على المكسب، لكن تاخد نقطه منه زي ما خد نقطه منك هنا اعتقد ده هيكون كافي، لان انت من ال 12 نقطه عايز 10 نقاط بس تصعد تاني، لو لان امبارح التعادل كمان للاسف اهدى الصداره بشكل يعني
ساذج جدا لسان داونز، فبالتالي الاهلي قادر طبعا يكسب سان داونز هناك، لكن لو استخدمت الاوراق كلها. تاني ال- 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 الاهلي ما عندوش رفاهيه انه يبدا بتشكيل غلط، وكولر نفسه كلنا في ظهره بندعمه، حاسين بانه فعلا الاهلي في مراكز مهمه جدا وجذريه في الفريق محتاجه تدعيم، لكن على الاقل يعني بنطالبه انه يستخدم كل الاوراق اللي موجوده. قندوسي لازم يشارك، انت محتاج اللعيب الثالث اللي في وسط الملعب ده اللي ما يعملكش الفراغ اللي كان موجود الشوط الاولاني بوجود قفشه. كولر رغم ادارته للمباراه بشكل كويس ساعات بيأخر التغيير جدا. امبارح جدا امبارح الجماهير كلها كانت، طب انا يعني اقول لك على حاجه، انا افتكر في ماتشات لمستر جوزيف في الدوري وكانت النتيجه 0-0، ماشي الاهلي مثلا مستقبل هدف، بعد نص ساعه عمل اول تغيير. الناس كلها اتكلمت على ده وليه بدري كده متستنى بين الشوطين، لكن بعد بعد المباراه في المؤتمر الصحفي انا كنت قاصد اوصل رساله ان اللي اتكلمنا فيه في الجيم بلان او في الخطه فوق اللبس انتم ما نفذتوش، في حاجه غلط. فاللعيبه نفسها ال10 لعيبه في الملعب والجون والحارس لما يحسوا انه التغيير في اول نص ساعه احنا ما نفذناش حاجه في الملعب تبدا تسترجع. فبالتالي مفيش مشكله ابدا لو انا حسيت ان انا اوكي بدايه انه قفشه صانع لعب واللي عنده الحلول، لا ده مش حاصل، التمريرات كلها للخلف، مش موفق في الشوط، الكور بتطلع عاليه، التصويب بتجات له كم كوره، كذا كوره على 18 التصويب بيبقى الاعلى، مش موفق الماتش ده، خلاص تمام انا بعمل تغيير على طول، لانه ما عندكش رفاهيه ده في انت راجل بتتكلم على تلاحم ماتشات، وعندك دوري انت متصدر فيه، عندك كاس الموسم الماضي لسه تلعب النهائي بتاعه، وعندك كاس الموسم الحالي، وعندك بطوله الرابطه، وعندك مشوار وفي كلام عن بطوله عربيه. فبالتالي انت عندك زحمه كبيره جدا ومضطر تكمل بالسكواد الحالي اللي كلنا ثقه فيه طبعا، لكن ايا كان راي كولر انه مين اللي هيكمل، استخدم كل الاوراق. يعني شادي ايا كان انت مقتنع بيه او لا، الاوراق اللي لعبت فيها وضامنها خش بيها. انا مطلع فيرود يا اميره وهند، انا محتاجه يعني حتى لو هياخد جزء من المباراه. انا بس ببص امبارح على الاوراق اللي عندك، في حاجات كانت يعني لاسباب فنيه، طب الناس دي انا محتاجها، انا محتاج كله يكون داخل، بالذات الاوراق الهجوميه او اكتر مركز، يعني يمكن اكتر حاجه عمل فيها تغيير مستر كولر الثلاثه اللي قدام اللي ما فيش عليهم ثبات فعلي لحد دلوقتي. قبل ما نروح بقى للاهلي في الدوري، عايزين نتكلم عن منتخب مصر الشباب والخساره المهينه اللي حصلت، ثلاث ماتشات ما عرفوش يكسبوا ماتش واحد، ما فيش جون واحد. عايزك تكلمني عن يعني اسباب خساره منتخب مصر الشباب وخروجه من البطوله بالشكل ده. بص يا هند، اقول لك رايي غريب شويه، انا حقيقه ما كنتش متفاجئ خالص، يعني يمكن صدمه بس انت تشوف على البورد او على اللوحه علم مصر قصاد علم ثاني ايا كان البلد مين، وان صفر هنا واربعه هنا، دي مؤلمه. لكن انا ما كنتش متفاجئ، حزين لكن مش متفاجئ، لانه احنا من 2015 2016 ما شاركتش تقريبا في 2-3 من البطوله دي، طلعت من الدور الاول اكتر من مره، فبالتالي التجهيز للجيل ده اللي انا متاكد ان فيه عناصر كويسه جدا طبعا، هو المنتخب جدا كله ما كانش مناسب جدا. صح. احنا بنشوف الكلام على معسكرات في الخارج، معسكرات في الداخل، تجميع لعيبه، عزل اللعيبه، تدريبات، وبالتالي المنتج صفر. انا البطوله على ارضي واسم مصر في الكره الافريقيه، انت دخلت كره افريقيا اصلا يعني، فان انت تبقى بطوله على ارضك وبتخسر، ما بتسجلش ولا هدف، مش قادر توصل على ارضك وسط جمهورك على مرمى ايا كان من الثلاث منافسين، موزمبيق او السنغال او نيجيريا، في ولا ماتش هند انك تسجل هدف، اعتقد دي مأساة كبيرة جدا. الازمة فين؟ الازمة طبعا في كل من يتولى ملف الكرة من سنين بعيدة جدا. والازمة مش عشان تتكلم اقل حاجة، اوكي تمام، فعلا اضعف الايمان انه كل من هو مسؤول انه استقيل فورا، دي اقل حاجة ترضي الجمهور المصري، لكن مش ده الحل، مش تغيير اتحادات، تغيير الاساس. انت في مرة جربت حاجة في السنتين اللي فاتوا انك تجيب مدير فني للاتحاد، لكن لما جبته ما كانش عنده اهداف معينه، ما كنتش طالب منه خصائص او جوب ديسكريبشن او ايه المطلوب منه انه يعمله، انت بالتالي محتاج مدير فني الاتحاد او شخص يدير الاتحاد بتجربه، يجيب معاه خبير اجنبي يمسك الـ الاعمار السنيه من اول 18 سنين لحد 17 سنه، تعد فريق، مش مشكله خلاص اللي حصل حصل، تعد للبطوله اللي جايه فريق شاب. كان منتخب الشباب ده دايما بيطلع منه لو تفتكروا يا هند واميره اللعيبه اللي هي بتبقى 17 سنه وبتلعب منتخب اول، بتبقى نواه المنتخب الاول. النهارده المنظر اعتقد سيء جدا، ورغم انه الم الهزيمه واسم ان اسم مصر يتهان بالمنظر ده كرويا، لكن انا ما كنتش متعجب جدا انه على مدار الماتشين اللي قبل مباراه السنغال ما شفتش ملامح انه المنتخب ده رايح في حته، ما شفتش اي قدره من المدير الفني انه قادر يعمل اي حاجه او يغير ده، ما شفتش لمحه او هجمه او لمسه في 2-3 عندهم مهارات فرديه بس. فبالتالي فريق رغم كل التجميعات والمعسكرات اللي عملها
ما قدمش جمله واحده بالظبط. فاضي مظبوط مظبوط. نروح للاهلي وبطوله الدوري، والاهلي متصدر ب 40 نقطه، عندنا ثلاث ماتشات مؤجله. شايف المشوار بتاع الاهلي ازاي، وشايف يعني نعمل ايه علشان نخطي؟ وفي حاجه بس يعني كنت عايزه اتكلم فيها، ضربه الجزاء امبارح اللي اتلعبت، يعني انا عندي سؤال، ليه محمد هاني تحديدا؟ أنا يعني عاده انت ما نسيتيش النقطه دي يا اميره. بعتقد انه ده برضو واحد من الحاجات، ما انا بقول لك يعني جنابه صاب في حاجات كتيره امبارح، يمكن مستر كولر كمان في الاختيارات. بعتقد انه الناس بتتكلم وهو اتكلم، حتى صحته دايما كانت ممتازه بعد مؤتمر الصحفي امبارح، شويه خانوا التعبير في ما بعد اللقاء، البوست انترفيو او بعد اللقاء، لانه اتكلم على انه اللعيبه بتضيع. تمام، ما هو في 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 البنالتي كيكر الاول، او اللي بياخد المساوي ضربات الجزاء في الفرق الكبيره زي النادي الاهلي، بيبقى خلاص محطوط ترتيب الاول الثاني التالت، حتى لما بيضيع بياخد ثقه في المباراه اللي بعدها. مثلا بنزيما بيضيع ضربات الجزاء، كان بيلعب اللي بعدها عادي جدا، معلول ضيع في مره او في ماتش حاسم مش هشيله خالص من الحسبه. بالظبط نفس الكلام بعدين. طب هتتكلم، طب هو قال انه هاني وقفشه والكلام، وان قفشه ضيع وان معلول ضيع، تمام. في لعيب اسمه محمد منعم شخصيته تسمح له حتى في ادائه في المباراه انه يلعب ضربه الجزاء. اقول لك بقى حاجه غريبه جدا، ياسر ابراهيم كان يلعبها، ياسر ابراهيم كان المصوب الاول ايام ما كان في سموحه. يعني كان في عندك حل، محمد هاني لعيب كبير جدا وبيشهد اعلى مراحل تالقه، دي حقيقه. لكن ال ال ضربه الجزاء بالذات يا اميره وهند، شخصيه اللاعب هو بيحط الكوره، انت احنا كل الناس اتفرجت عارفه انها هتضيع، محمد هاني داخل مش مهيئ نفسيا ان هو هيحطها، فبالتالي انت ليه حطيت العبء النفسي ده عليه؟ وبالتالي انت خسرت فرصه انك تحول المباراه. في تحولين في المباراه، ضربه الجزاء وتصدي الشناوي الرائع طبعا اللي كان هيوسع النتيجه للمنافس. فبالتالي دي الحاجات اللي بقول لك عليها، اللي كان لازم يعني ما ينفعش فيها يبقى في التساهل في الاختيار. ضربه جزاء هيلعبها فلان وتحسن، ده مش ماتش تجربه ابدا يعني ابدا تماما. ابدا 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 يعني يعني ماتشات افريقيا خاصه وانت خسران الماتش الاولاني انت بتجمع نقاط، فبالتالي بعتقد انه درس مهم جدا للعيبه مستر كولر قبلهم، انه التغيير في اضيق الحدود، الثبات على ثلاثي هجومي قادر يقود الفريق، مساله وسط الملعب والفراغ اللي اتساب وشفنا المساحات الخاليه دي، ضروره العوده لثلاثي في وسط الملعب، ضروره مشاركه القندوسي، حل مهم قوي هيفرق مع الاهلي ومع فكر كولر نفسه اللي كنا بنشوفه بيلعب بحمدي فتحي بيلعب ادوار هجوميه. انت جاي لك بقى اللي بيعمل اعلى لعيب في الدوري الجزائري، كان بيعمل التيرن اوفر او سويتش ده اللي بيلف بوشه ويسحب مع خط الدفاع الثاني من الفرق الثانيه، فبالتالي انت محتاجه. بالظبط. هنكمل معاك ياسر ونخش على الدوري ونكمل كل المشاكل اللي عندنا دلوقتي، بس هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم. استنونا.